لم يتغير المشهد في قطاع غزة، حيث يواصل العدوان الإسرائيلي ويستمر القصف العشوائي على المدنيين في محاور عدة من القطاع، والتي شهدت اشتباكات ضارية بين القوات الإسرائيلية والمقاومة الفلسطينية. فقد شهد شمال قطاع غزة وتحديدا حي السلام شرق بلدة جباليا اشتباكات بين قوات الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية، بينما ما تزال القوات المتوغلة تراوح مكانها على الأطراف الشمالية لبلدة بيت حانون وبلدة بيت لاهيا، وذلك بعد أن دمرت آليات الاحتلال الإسرائيلي 70% من المباني والمنشآت في محافظة شمال قطاع غزة. في المناطق الغربية في شمال مدينة غزة، أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي تموضعها في الأحياء الغربية من المدينة مثل السودانية والكرامة والشيخ رضوان، فيما تسمع أصوات الاشتباكات في منطقة أبراج المخابرات والمقوصي أيضا، حيث لاقت القوات المتوغلة مقاومة شرسة، فيما دكت المقاومة الحشود بقذائف الهاون، وأعلنت كتائب القسام تمكنها من الإجهاز على جندي كان يعتلي إحدى الآليات، بينما استطاع أفراد المقاومة الإيقاع بقوة إسرائيلية خاصة توغلت في حي الكرامة في كمين. أما الأحياء الشرقية من المدينة فما تزال المعارك تشتد فيها بين المقاومة وقوات الاحتلال مثل حيي الدرج والتفاح. في غضون ذلك شهد محور وسط قطاع غزة اشتباكات عنيفة وضارية وإطلاق نار مكثفا من آليات الاحتلال شمال مخيم النصيرات قرب شارع الدعوة، وقالت كتائب القسام إنها رصدت هبوط طائرة مروحية إسرائيلية في مخيم البريج لإجلاء الجرحى والقتلى، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 35 جنديا خلال الساعات الماضية. من جهتها أعلنت سرايا القدس استهداف تجمع للآليات الإسرائيلية بقذائف الأر بي جي شرق المخيم، وكذلك قصفت المقاومة تجمعات الاحتلال بقذائف الهاون خلف موقع عيسى وقرب موقع أبو مدين غرب المخيم على شارع صلاح الدين. فيما يشهد مخيم المغازي جنوبا اشتباكات عنيفة، حيث أعلنت كتائب القسام تدميرها 6 دبابات وناقلة جند، إضافة إلى تنفيذها مهمة مشتركة مع سرايا القدس دمرت خلالها جرافة، كما قالت إن مقاتليها قصفوا 4 جنود واستهدفوا قوة خاصة مكونة من 7 جنود وأجهزوا عليهم من المسافة 0، وقصفت المقاومة تجمعات لحشود الاحتلال في محل حاور التوغل بقذائف الهاون. أما في جنوب القطاع وتحديدا في مدينة خان يونس، فما تزال المقاومة تخوض قتالا عنيفا شرق المدينة في بلدات القرارة وبني سهيلة، فيما أكدت كتائب القسام استهداف قوة إسرائيلية متمركزة في أحد المنازل وإيقاع 5 قتلى من أفرادها. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أجرى عملية إمداد لوجستي لقواته في محور وسط المدينة، وجرت كذلك عملية إمداد جوي للفرقة 98 العاملة هناك. وقال الجيش إنه أسقط حوالي 16 طنا من الذخيرة والوقود، وهذه العملية تضاف ل5 عمليات إمداد جوي منذ بداية القتال، ليكون مجموع ما أدخل 60 طنا من الإمدادات للمناورات البرية. في محور جنوب مدينة خان يونس الذي يعد الأشد اشتعالا خلال الساعات الماضية، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي أحياء جنوبي المدينة بأحزمة نارية كثيفة. كذلك شهد حي بطن السمين اشتباكات عنيفة أدت إلى موجات نزوح جديدة من محيط مستشفى ناصر غرب مدينة خان يونس، كما قصفت سرايا القدس الآليات المتوغلة عندما يعرف بمفترق جامعة العلوم والتكنولوجيا جنوب خان يونس بقذائف الهاون، فيما كثفت قوات الاحتلال غاراتها على المدينة رفح.